إذا مشاهدينا دعونا ننتقل وإياكم إلى سؤال تفاعل حلقتنا لهذا اليوم، والذي يقول: شاركونا معلوماتكم العامة في مختلف المجالات العلمية والفكرية. من مكتبنا من بغداد زميلتنا سعاد، صباح الخير والعافية عليك سعاد. حياك الله يا سعاد، ان صباح شاء الخير الله وصباح الخير والعافية والعافيه. عليك ليلى ونهى وند. اهلا ومرحبا بيش ويانا. طبعا نتمنى انه من خلالك أتمنى راح يكون نتعرف. نهاركم سعيد إن شاء الله. حياك الله سعاد، خلينا نتعرف من خلالك ان شاء الله على سؤال تفاعل حلقتنا لهذا اليوم. هي بعض من المشاركات والمقترحات والمعلومات الفكريه والعلميه والحديث لك ان شاء الله. نعم، شكرا لكم. أكيد تحية صباحية لكم مشاهدينا الكرام، حفظكم الرحمن وجعل يومكم هذا خير وأمان. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذه الفقرة المحددة بالسؤال التفاعل الخاص الذي يتم وضع هذا السؤال في الموقع الرسمي لقناة كربلاء الفضائية، وتحديدا صفحة برنامج صباح كربلاء. طبعا مشاهدينا الكرام، أكرر، السؤال التفاعل هو: شاركونا معلوماتكم العامة في مختلف المجالات العلمية والفكرية. أكيد شكر موصول لكل من ساهم وشارك معنا وأبدأ برأيه وشاركنا المعلومات التي يعرفها من خلال هذه الإجابة على هذا السؤال التفاعلي. مشاهدينا الكرام، هنالك الكثير من المعلومات يجب على الإنسان أن يثقف نفسه في القراءة، وتعد القراءة هي من أهم الوسائل للارتقاء العلمي والإثراء العلمي والفكري والمعرفي، وطبعا لأن القراءة تنور العقل وكذلك تعمل على تقوية الثقة بالنفس، وكذلك تغير القناعات من خلال عندما يقرأ الإنسان الكثير من الكتب ويكون لديه مخزون كافي من العلم. إذا كان مقتنع بشيء ما، وربما راح يصلح هذا الشيء ويصلح هذه القناعة، وأيضا تقوي الشخصية. فالإنسان الذي يمتلك هذه المعلومات العامة تكون معلومات ثقافية علمية دينية، وكذلك تكون مختلط من المعارف. الإنسان الذي يحمل هذه المعارف وهذه العلوم سوف يكون إنسان ناجح في حياته، راح يعرف شلون يفكر، شلون يتخذ القرار، وأكيد يكون قدوة لأبنائه ويحث أبناء أيضا على القراءة والمطالعة، ويكون إنسان مثقف. مشاهدينا الكرام، دعونا نشاهد نحن وإياكم الجولة الصباحية الخاصة بالسؤال التفاعل، ونتعرف نحن وإياكم على أجوبة المتحدثين والمستطلعين، ونتعرف نحن وإياكم ما هي كانت إجاباتهم ومعلوماتهم بخصوص هذا السؤال التفاعل. معلومة قانونية: الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي للتشريع. وسألونا أخوتنا عن الجنحة والجناية. الجنحة هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو بالغرامة، والجناية هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون من 5 سنوات إلى 15 سنة أو المؤبد أو الإعدام. القرن 23 هو قرن حافل بالعجائب. لاحظوا الحضارة إلى أين قد بلغت، شوف التقدم الهائل اللي جاي يصير في المجتمع. لكن لعل من أعجبها ومن أوضاعها أنك الماضين والغابرين كانوا فقط يحلمون بهذا الشيء. شنو؟ أن لو مثلا في هذا في مجال، يعني في مجال البحث عندنا، يعني كان في السابق مثلا كان 70 مدرسة فكرية، الآن اكو 70,000 مدرسة فكرية. الاستفادة من العلوم الدينية كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أن طالب العلم وأن الملائكة لتفرش أجنحتها لطالب العلم. واضح اخواني؟ فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الرياضة الصباحية مفيدة كلش للإنسان، خاصة بأنه تعتبر
من الأعمال اللي يقوم بها الإنسان. أولاً تحرك الجسم من نوع من الرياضة تحسبها بأنه فائدتها للجسم كلش، تستطيع أن تمارس هاي الرياضة خلال وقت فراغ اللي أنت بالبيت سواء كان رجل أو امرأة. تعلم أن الرئة اليسرى أصغر من الرئة اليمنى بحوالي 10%، كذلك الجزر له فوائد بحيث أنه يقوي البصر ويوفر فيتامين أي لدى الإنسان. من تجارب الحياة يعني جربت هذه قول الإمام الصادق سلام الله، معنى الرواية الصدق من جات. فأحد الأصدقاء يعني كان معانا بالجامعة الثانوية فأعتقل، نعتقل قال له سألوه بالأمن يعني أنت زين تتنظمون؟ قال لهم إيه أتنظم. الكل نكروا ما عدا هو، فأخرجوه وحدة. اثنين من تجارب الحياة أيضا شرب الماء الريق، دي دينية هاي اجتماعية، شرب الماء الريق، شرب الماء الريق يعني بطل ونص من هذا بالنص لتر، وتقعد وراء نص ساعة ثلاثة أربع ساعة يلا تاكل، هذه ينظف الكلى زين. من التجارب الاجتماعية أيضا الصحية ما تاكل إلى أن تبرأ مع الجوع، يعني تشعر بالجوع تنمغص على قولتهن، هذا أيضا يؤدي إلى الصحة، لأن بيت الداء هي المعدة. عدنا معكم مشاهدينا الكرام من جديد، وشكر موصول لجميع المستطلعين الذين أبدوا بهذه المعلومات المهمة والمختلفة في جميع المجالات الدينية والصحية والقانونية. إذن مشاهدينا الكرام نقرأ التعليقات التي وصلت إلينا على صفحة برنامج صباح كربلاء. من هذه التعليقات هو نيكول ماذا تقول؟ أحب أشارك بهذه المعلومات الصحية وهي لا تحتوي القرنية على أي أوعية دموية، لذلك تحتاج الحصول على الأكسجين مباشرة من الهواء. وكذلك المعلومة الثانية توجد قوة خارقة للكبد، وهو يتميز الكبد بالقدرة على تجديد خلاياه، ما يعني أنه يمكن إعادة النمو إذا تمت إزالة جزء منهم. أكيد طبعا هذه المعلومة الصحية مهمة، وشاكرين لنيكول على هذه المعلومات الصحية. هنالك تعليق آخر من الصديقة الدائمة لنا أم علي ماذا تقول؟ بما أني معلمة متقاعدة أفيد بما يلي: زيارة الأسرة للمدرسة تحل مشاكل التلميذ العلمية السلوكية على الأقل مرة في الشهر، تقليب صفحات الكتاب بما أخذ التلميذ يوميا ترسخ المادة لما مر وتسهل المادة قبل تركها عند أو تراكمها عند الامتحان، وكذلك النوم مبكرا وعدم السهر يجعل الذهن صفحة بيضاء تترسخ فيها المعلومة. أكيد طبعا شاكرين أم علي على هذه المعلومات، وأكيد طبعا الكل يحث على هذه المعلومات المفيدة للطالب، وكذلك الزيارات المتواصلة ما بين الذهاب أولياء الأمور إلى المدرسة، وكذلك النوم المبكر حتى يذهب الطالب للمدرسة بكل نشاط وحيوية وبعيدا عن الكسل والخمول. هناك تعليق أيضا من غاية السالكين يقول: هل تعلم أن العطاس أمان من الموت 3 أيام كما ورد عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وكذلك هل تعلم أن الكوفة هي عاصمة دولة الإمام الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداء، ومنزله ومقر إقامته سيكون في السهلة؟ شاكرين طبعا لك غاية السالكين على هذه المعلومات الخاصة بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأيضا مشاهدينا الكرام من التعليقات التي وصلت إلينا تعليق من أوس ستار ماذا يقول؟ في الفيزياء الجاذبية هي قوة تجاذب أجسام نحو بعضها البعض، تم اكتشافها ووصفها لأول مرة من قبل العالم الإنجليزي إسحاق نيوتن. وأيضا في الكيمياء الماء هو مركب كيميائي يتكون من ذرتين
هيدروجين وذرة أكسجين، صيغته الكيميائية H2O. شاكرين لأوس على هذه المعلومات الفيزيائية والكيميائية، وأكيد لازم الإنسان يمتلك الكثير من المعلومات، ما يختصر فقط بمعلومات دينية، ثقافية وكذلك صحية وكذلك علمية وجغرافية. هنالك تعليق وصل من عبد الزهرة، ماذا يقول؟ اختار بيت من الشعر خاص بسيدي ومولاي أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، فماذا يقول؟ علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب، هو البكاء في المحراب ليلاً، هو الضحاك إن جد الصواب. أكيد طبعا كان هذا البيت من الشعر الخاص الذي يصف فضائل السيد ومولاي أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، وهنالك الكثير من الفضائل بحق السيد ومولاي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. شاكرين لك اختيار هذا البيت من الشعر. أيضا هنالك تعليق من الزميلة فاطمة عاشور، ماذا قالت؟ نيوتن كان قاعد تحت الشجرة يرتاح، وفجأة وقعت التفاحة على رأسه، وبدلا من أكلها فكر وطلع معاه قانون الجاذبية. أكيد طبعا هذا يبين لنا سعة التفكير والخيال الواسع للإنسان. يجب أن يفكر بكل حدث يحصل أمامه، وبالتالي خرج هذا القانون للجاذبية بسبب التفكير. أيضا هنالك تعليق من غروب الشمس، ماذا تقول غروب الشمس؟ معلومات عن النباتات، وهي يتكون التفاح من 84% من الماء، وبينما يتكون الخيار من 96% من الماء، وكذلك يصنف الفول السوداني من البقوليات وليس من المكسرات كما يعتقد البعض. وأخيرا اكتشفت البطاطا في أمريكا الجنوبية قبل الميلاد ب2000 عام، وكانت تزرع في البيرو. أكيد طبعا يمكن هذه المعلومة غريبة النباتية بأنه يعتبر الفول السوداني هو من البقوليات وليس من المكسرات. شاكرين لك غروب الشمس على هذه المعلومات المهمة. أيضا هنالك تعليق من أم ريتاج، ماذا تقول؟ أصغر إمام توفي هو الإمام محمد الجواد عليه الصلاة والسلام، فقد مات وهو ابن 25 سنة، وقد مات مسموما من زوجته أم الفضل، وبقي مرميا على سطح داره 3 أيام. وكذلك إن الإمام الباقر عليه السلام هو هاشمي من الأب والأم، فهو ابن فاطمة بنت الإمام الحسن، وأبوه علي بن الحسين، وهو من جمع النسل الحسني والحسيني. شاكرين لك أختي أم ريتاج على هذه المعلومات الدينية الخاصة بالإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نثقف أنفسنا بجميع المعلومات الخاصة، ولا سيما بالأئمة عليهم الصلاة والسلام، وأيضا نعلمها لأولادنا. هنالك تعليق آخر وصل إلينا من آية الكناني، ماذا تقول؟ اليوم أحب أشارككم هذه المعلومة الفلكية، وهي يعتبر كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية، وهو أكبر بقليل من قمر الأرض، وهو أسرع الكواكب بالدوران حول الشمس، فهو يكمل دورة واحدة حولها كل 88 يوما أرضيا. وكذلك يدور كوكب الزهرة باتجاه معاكس لاتجاه دوران جميع الكواكب الأخرى، وهو يعتبر الكوكب أكثر حرارة من كواكب المجموعة الشمسية. مشاهدينا الكرام، أكيد طبعا هذا ما يسمح له وقت الفقرة بقراءة هذه التعليقات، وأكيد شكر موصول لكل الأخوة والأخوات الذين ساهموا وأبدوا بهذه الإجابات والتعليقات، شكر موصول لكم. وكذلك هذه عودة من بغداد الحبيبة، من مكتب بغداد إلى مقر القناة كربلاء الفضائية واستوديو برنامج صباح كربلاء.